فشر خبير الشعر أحمد الريفي الشقيق التوأم للفنان محمد الريفي فضيحة مدوية وأثار جدلا واسعا عبر حسابه على موقع انستغرام، وذلك بسبب الكشف عن هوية الشخص الرئيسي المسؤول عن الوضع الذي وصل له شقيقه الفنان محمد الريفي. واختار أحمد الريفي حسابه على انستغرام من أجل فضح المستور، متهما زوجة شقيقه في تدهور وضعه الصحي وأيضا التفريق بينه وبين والدته. وجاء في منشور لتوأم محمد الريفي: أنا الأوان أن تخرج عائلة الفنان محمد الريفي عن صمتها، حسبي الله ونعم الوكيل لكل من سولت له نفس أن يفرق بين أم وابنها لغاية في نفس يعقوب الفهم يفهم. وتابع باسم أم الحبيبة وتجراس أم مينا وباسمي أنا أحمد الريفي الأخ توأم للفنان محمد الريفي وباسم إخوة البنات أخبر كل من يستفسرني عن سبب حالتي أن الحالة الكئيبة التي وصل لها أخي الغالي الطيب الفنان محمد الريفي ناتج عن سوء التسيير والاستغلال التام والاحتجاز القسري والتحكم التام في شخصيتي ومالي ومسيرتي الفنية. الضغط يولد الانفجار. كما اتهم أحمد الريفي زوجة شقيقه محمد الريفي عبر خاصية ستوري بالارتباط بشقيقه دون علم عائلته ودون موافقتها، وذلك من خلال مجموعة من الستوريات التي انصبت في هذا الإطار، من ضمنها لا ثقة في المرأة اللي تقبل على رأسها تزوج براجل بلا خبر عائلته لأزيد من 4 سنوات. يشار إلى أن محمد الريفي كان قد أعلن أنه قد تعرض لتسمم ناتج عن السحر لم ينفع معه علاج داخل أو خارج المغرب، الأمر الذي جعله يوجه نصيحة لمتابعيه عبر خاصية ستوري جاء فيها: علاش الناس ما تخافش الله، علاش أديت ومازال نتخلصت، حسبي الله ونعم الوكيل، حضوا راسكم محمد الريفي. ويذكر أن محمد الريفي كان قد أثار مؤخرا جدلا واسعا عقب ظهوره في شريط فيديو وهو يتألم ويوجه نداء استغاثة عبر حسابه الرسمي على موقع انستغرام مطالبا من الجميع نشر الفيديو على نطاق واسع. واستعطف الريفي متابعيه من أجل التدخل وإنقاذ حياتي، وذلك من خلال شريط مصور مصرحا: عفاكم عتقوني، كما استعطف وزير الصحة خالد أي طالب من أجل إنقاذه، وهو الأمر الذي استجاب له الأخير بعدما أمر بنقله إلى مستشفى ابن رشد حيث ظهر وهو يتلقى العلاج.